سلام منا عليكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا المحلية، وإلى عناوينها. وكيل أول حضرموت يقف مع وكلاء المحافظة أمام الأوضاع الخدمية والقضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين. أطباء مستشفى شهيد الجريري ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرار إلغاء تعاقداتهم. أزمة المشتقات النفطية تعود من جديد إلى مديريات حضرموت. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تناقش الآليات المتعلقة بتشكيل اتحاد نساء الجنوب والأداء الإعلامي للمجلس. أهلا بكم. عقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اجتماعا مع وكلاء المحافظة للوقوف أمام الأوضاع الخدمية والقضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين، وتناول الاجتماع سير الأداء الخدمي والمشكلات التي تواجه المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية ومنها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب إعطاء المزيد من الاهتمام بتحسين مستوى العمل الإداري والأداء الوظيفي في المكاتب التنفيذية. وشدد الاجتماع على أهمية توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وتفعيل العمل المؤسسي وضرورة الوقوف أمام مجمل الصعوبات والاختلالات التي تواجه عمل مرافق الخدمات. وأكد الاجتماع على تعزيز دور مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية بالمحافظة بصورة فعالة والتقييم المستمر لأدائها. نظم أطباء مستشفى الشهيد رياض الجريري بالمكلا اليوم وقفة احتجاجية ضد قرار إلغاء تعاقداتهم، وطالب منتسبو المستشفى الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي. هذا هو الجيش الأبيض الذي خاطر بحياته منذ اللحظات الأولى لظهور وباء كورونا في حضرموت. 7 أشهر من الكفاح، اليوم تكرمهم السلطة المحلية بإلغاء تعاقداتهم في الوقت الذي لم ينتهي فيه الوباء ويحتفي العالم بكوادره الطبية. عرض هؤلاء أنفسهم للخطر ولبوا نداء الواجب عندما أطلقت السلطات بحضرموت صوت استغاثة مع ظهور أول حالة مصابة بكورونا في مدينة الشحر، ثاني أكبر مديريات المحافظة مطلع العام الجاري، ليتفاجأ اليوم بقرار صادر عن مكتب الصحة بإلغاء تعاقداتهم. طبعا المعاناة اللي واجهناها خلال الفترة هذه معاناة كثيرة، طبعا معاناة كثيرة من ناحية نفسية وعضلية، معاناة كثيرة. أولها أن الطاقم بشكل عام كله من بعد دخول المحجر كان أكثرهم في عزلة، عزلة اللي هو في سكن خاص بهم. نحن في بداية أتينا إلى مستشفى الدكتور رياض، لبينا النداء في مقدمة الصفوف لأجل الوقوف مع أهلنا في المحافظة بشكل عام. كنا أول ما بدينا بأول مرحلة معاهم لا نعلم كم الميزانية، كم الراتب، كم، فنحن جينا تطوع، فنحن خاطرنا ودعنا أهلنا ودموعنا تقطر صراحة. في من الأهل اللي يقول الله معاكم، واللي يقول مش وقتكم عادكم شباب، فقلنا لهم لازم نحن نكون يعني المحافظة محتاجتنا في هذا الوقت، فمتعدنا نكون يعني في دعم لها وفي مساندة أهلنا في حضرموت. ملائكة الرحمة بالمكلا يقفون تحت أشعة الشمس في الوقت الذي يقف فيه أقرانهم بدول العالم موقف المحتفى به. مستشفى فقيد الدكتور رياض الجريري كان أو لا زال يعتبر مكتسب وطني، مكتسب للمحافظة كامل. إنك تنشئ مستشفى من الصفر مش عملية بسيطة أبداً، في ظل أنه احتياج المحافظة للمستشفيات وللمراكز الصحية وللكوادر الصحية، إلا أنه القرار جاء بشكل مفاجئ وتعسفي. ناشطون تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار إلغاء تعاقدات الأطباء في مستشفى الشهيد الجريري، مطالبين بتكريم جنود الدفاع الأول لمواجهة كورونا. تركنا أهلنا وأولادنا وعشنا في ضغط نفسي شديد، وقمنا بواجبنا، اشتغلنا بامكانيات شحيحه جدا، لبسنا بدلات مش جاهزه يعني او مش معده للعمل نفسه،
لبسنا كياس قمامة ودخلنا المهم اشتغلنا وعانينا معنا ما يعلمها إلا الله. وأول ما هديت الجائحة تفاجئنا من قرار مكتب الصحة بإلغاء عقودنا والاستغناء عنا وتخلي عنا بالطريقة هذه المهينة. مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة أصدر بيانا نفى فيه خبر إغلاق مستشفى الشهيد الجريري، وحسب ما جاء في البيان بأن اتفاقية موقعة تنص على إنهاء العمل بالخطة عند خروج آخر حالة مرضية. ليبقى السؤال، من الذي سيتصدى للوباء إذا عاد إلينا من جديد؟ لقناة المكلا، محسن بالبحيث. اختتم مكتب الثقافة بساحل حضرموت وصندوق التراث والتنمية الثقافية بالمحافظة دورة أساسيات تعليم رسم الطبيعة الصامتة بالألوان الزيتية بالمكلا. وفي الحفل أشار المديرين العامين لمكتب الثقافة ماهر بن صالح وصندوق التراث والتنمية أحمد العطاس أن الدورة شارك فيها 10 متدربين من الجنسين لمدة 5 أيام متتالية، تلقوا خلالها على أساسيات في رسم الطبيعة الصامتة بالألوان الزيتية. وفي ختام الحفل تم استعراض نماذج من رسومات المشاركين في الدورة وتوزيع الشهادات عليهم وتكريم المدربة عبير الحضرمي بدرع الدورة. افتتح قائد معسكر حماية الشركة في مديرية غير بنيامين العميد أحمد المعاري ورشتي صيانة السيارات وصيانة الأسلحة والمعدات في معسكر حماية الشركات، وشملت الورج على صيانة المركبات والعربات بالإضافة إلى تصنيع صدامات أمامية للأطقم والعربات لحمايتها من أي اصطدام مباشر. كما دشن العميد المعاري سكنات جديدة للضباط والأفراد بمواقع ونقاط السرية الثانية بجهود ذاتية من قيادة المعسكر واستحداث أبراج مراقبة على امتداد مواقع السرية بالجهات الغربية والشرقية لمعسكر حماية الشركات. كرمت مؤسسة ازدهار للتنمية والتأهيل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر بشهادة تقديرية. ويأتي التكريم نظير جهوده في إنجاح فعاليات الدورة التدريبية للإداريين الصحيين في مجال إعداد وكتابة المراسلات والتقارير الإدارية التي نظمتها المؤسسة مطلع الشهر الجاري برعاية الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي. نظمت مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية ورشة تدريبية حول كتابة القصة الإنسانية للصحفيين والصحفيات في حضرموت، وتمحورت الورشة التي تلقى خلالها 20 صحفي وصحفية مفاهيم الصحافة وأنواعها وإشكالها وكيفية الحصول على المعلومات والبيانات لعمل القصص الإنسانية وأخلاق التغطية الصحفية، بالإضافة إلى كيفية إجراء مقابلات مع أبطال القصة والعمل بأخلاقيات ومبادئ التغطية الإعلامية. قامت اللجنة الاستشارية بحضرموت بزيارة إلى مديرية الشحر للإطلاع على أوضاع المشاريع الجارية في المديرية. وتعرفت اللجنة خلال لقائها بالسلطة المحلية بالشحر على المشاريع المنجزة والصعوبات التي تواجه سير العمل فيها، مطلعة على مشروع توحيد المصبات البحرية ومشروع مجاري منطقة المجورة. وناقشت اللجنة الصعوبات التي تواجه السلطة بالشحر في سير العمل بالمشاريع والخروج بتوصيات لتذليل الصعاب عبر متابعة اللجنة. وفي الشحر أيضا دشن المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل بعكابة الحملة الوطنية الوقائية للتحصين ضد مرض الكزاز بالمديرية. وتستهدف الحملة التي دشنت بالمجمع المسائي التربوي 16,892 امرأة وفتاة في سن الإنجاب، ويقوم فريق التثقيف الصحي بالتوعية من هذا المرض من بيت إلى آخر، بالإضافة إلى استهداف المدارس. ودعا مكتب الصحة بالمديرية الجميع التعاون والتكاتف لإنجاح الحملة، مشيرا إلى مواصلة الحملة حتى يتم استكمال الفئة العمرية المستهدفة من هذه الحملة. عدد من الفرق هي فرق التحسين وكذلك فرق التوعية بالمديرية شاركت في هذه الحملة للنساء، لجميع النساء منهم في سن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة. نتمنى النجاح لهذه الحملة مثل ما تعودناها في الحملات السابقة. الفرق الثابتة اللي تعمل في هذه الفرقة مستهدفة 3018، الفرق المتحركة مستهدف إنجاب 9862،
4012 مستهدف في المدارس. تدار هذه الحملة من قبل 7 مشرفين. عدد الفرق الثابتة اللي هي 4، عدد الفرق المتحركة 36، إجمالي الفرق بالمديرية 30 فريق، عدد العمال الثابتين 8، عدد العمال المتحركين 52، إجمالي العمال المشاركين في هذه الحملة 60 عامل وعاملة. تعاني مديريات محافظة حضرموت من أزمة في المشتقات النفطية، وبالتحديد في مادة البترول منذ الخميس الماضي، حيث شهدت العديد من محطات بيع المحروقات طوابير طويلة للمركبات. عادت الطوابير من جديد إلى محطة بيع المشتقات النفطية في مديرية محافظة حضرموت منذ الخميس الماضي على خلفية انعدام مادة البترول، والتي شكلت أزمة عادت للظهور بعد غياب. في هذا المكان ترتص المئات من المركبات والدراجات النارية في طابور طويل من ساعات الصباح الباكر وحتى المساء بحثا عن البترول. وتحدث مواطنون لقناة المكلا عن معاناتهم اليومية للبحث عن المعدوم. الآن نحن أكثر من 3 أيام 4 أيام نحن مسبقين في الطوابير هذه. تيجي عند ترمبا يقول لك ما فيها بترول، ما فيها بخرجت، في يعني خاصة دار المحافظة، ولا أتلك ورقة من المحافظة، يعني كيف نورق إنسان مواطن، يعني كيف نجيب شغلي على التاكسي؟ يعني من الصباح إلى من الآن حسب ما أشوف الوضع كيف المحافظة، وضع مخبوط، يعني المحطات كلها فاضية، الباخرجت قالوا باخر أخرت، الديزل والبترول نعاني الآن برضو بترول زفت، يعني يفر من نفسه تعبي 20 لتر 40 لتر، عايش لك 3 مشاوير 4 مشاوير قدام عشت فيها. يتخوف المواطنون من ظهور جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وهي ما جرت حسب العادة تختفي مادة البترول وتعود بسعر آخر مرتفع. وبالرغم من تخوف المواطنين، تأتي شركة النفط بساحل حضرموت لطمأنة المواطن بأن لا زيادة في أسعار المحروقات. ومع غياب المشتقات النفطية في السوق المحلي، ستشهد الحياة العامة ارتفاعا للأسعار بشكل ملحوظ في النقل والمواصلات في ظل غياب الرقابة، حسب ما أفاد به مواطنون. أنه اليوم في حاصل ارتفاع في سعر الصيد بسبب الأزمة على البترول، لأن الناس أغلب البحر ما خرجوا اليوم، سبب ارتفاع في سعر الصيد. عندك برضو الأجرة، عندك أصحاب الخضرة، أصحاب نقل الخضرة، النقليات بشكل عام ترتفع. عندك الصيد هذا يعني متطلب يومي، وارتفع بسبب الأزمة حق اليومين دي. أضف لنا يعني أشغالنا كلها وقفت. نحن اليوم أنا بالنسبة لي شغلي وقف، كثير ناس أشغالهم وقفت. معاناة كبيرة يتجرعها المواطن يوما بعد آخر، وما أن تنتهي أزمة تعود أخرى للواجهة دون تدخل فعلي وعملي لإنهاء المعاناة التي يكتوي بنيرانها المواطن في كل حين. وإلى العاصمة عدن، حيث وجه محافظ العاصمة أحمد لملس بتأهيل الحدائق والاهتمام بالمنتزهات العامة لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة عدن. وشدد المحافظ لملس على ضرورة تنظيم الأسواق وضبطها ومراقبتها، وإلزام المحلات التجارية بتركيب كاميرات المراقبة بحسب الجدول الزمني، والتعامل بحزم مع أي استحداثات عشوائية، وكذا التشديد على ناقلات مواد البناء وإخضاع المخالفين منها لغرامات مالية. كما تطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تواجه سير العمل في مكتب الأشغال وصندوق النظافة، والمتمثلة في نقص الآليات وشحة الإمكانيات ومقترحات معالجتها. وفي عدن أيضا، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس اللواء ركن أحمد سعيد بن بريكة، وناقش الاجتماع الآليات المتعلقة بتشكيل اتحاد نساء الجنوب وتحديد آلية عملها. ووقف الاجتماع أمام الأداء الإعلامي للمجلس وآلية تنسيق عمل الإعلام وتطويره، وكذا الصعوبات والمعوقات والتحديات التي يواجهها، حيث اتخذ بشأنها جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من أداء العمل بصورة أفضل. وإلى محافظة أبين، حيث تمكن أفراد نقطة دوفز بضبط سيارة على متنها أسرة وبحوزتها 84 كيلو جرام من الحشيش في طريقها إلى العاصمة عدن. وأوضح أركان نقطة دوفز حسين حلبوبة أن قيادة النقطة تحفظت على الكمية المضبوطة، حتى يتم إحالة المقبوض عليه من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشيدا بالحس الأمني واليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد النقطة. والآن إلى أبرز حدث لهذا اليوم.
النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وكيل أول حضرموت يقف مع وكلاء المحافظة أمام الأوضاع الخدمية والقضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين. أطباء مستشفى شهيد الجريري ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرار إلغاء تعاقداتهم. أزمة المشتقات النفطية تعود من جديد إلى مديريات حضرموت. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تناقش الآليات المتعلقة بتشكيل اتحاد نساء الجنوب والأداء الإعلامي للمجلس. سيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. في أمان الله.